سامي، علشان طبعا احنا خدنا قبل كده حكاية رسمة الخطوط دي، فازاي ترسم الخط من النقطة من نقطة لنقطة. هنروح على الايه، المكان اللي انت بتكتب فيه. لو يبدأ منين؟ بيبدأ من اول هنا. انت عايز ترسم خطوط، لو انت لو هيكتب هنا، لو كتب الكلام ده، الخط بتاعك منين لفين؟ التكست بتاعك اهو، التكست بتاعتك الكوردينتس اهي، الاتنين اهو. وانت جايب منين النقطة؟ انت جايب النقطة من هنا، انت جايب النقطة بتاعتك من الاتنين دول. يعني دول البداية، دول البداية، دي رأس الخط. فهنيجي هنا وهناخد الاتنين دول كده، الاتنين كده، دي رأس السهم دي. كنترول، انت عندك كم كونديشن؟ 3. هتيجي الكونديشن الاولانيه، لو نجحت هتبقى قبل الاف، واخد بالك؟ هتيجي هنا وهتقول له البيكسل لاين، كنترول البيكسل لاين فين؟ البيكسل لاين اهو، كويس. وهتقول له كنترول بيست. خلي بالك، ده دي النقطة اللي انت راس المكان، راس الخط اللي انت رايح جاي من عندها. والنقطة دي رايحة فين؟ النقطة دي رايحة على هتحط هنا كومة، المكان اللي هي رايحة له، اللي هي فين، اللي هي النقطتين اللي فوق دول دي كده كده اهو، المكان اللي انت بتعمل التكست عنده. هتعمل دي كوبي، وهتنزل هنا كده كنترول بيست كده. هدي لك كام خط، في كام كونديشن عندك دلوقتي ناقصه؟ اتنين تانيين، دي واحده بس اللي هي اصغر. فانت هتيجي على الخط ده وتعمل له كوبي كده، وهتكرره كذا مره، بس هتغير الايه، كنترول كوبي. والكونديشن التانية فين؟ الكونديشن التانية اهي، هتيجي قبل الاف هنا وتفتح مكان وكنترول بيست، بس هتغير دي، مش هتتغير دي راس السهم، دي راح تتغير دي اي، بس دي هتبقى كام؟ دي 96 ودي مش هتتغير، الكلام راس السهم مش هتتغير. وهتيجي هنا دي الأخيرة، وهتيجي تفتح هنا مكان، وهتحط الخط اللي انت بترسمه كنترول بيست، دي مش هتتغير، دي راس السهم، دي اللي هتتغير، دي تبقى كام؟ دي تبقى 70 بس كده. شوف هيعمل ايه دلوقتي. كده هوم، واعمل خط. لما يجي الرسالة، ادي اول واحدة اهي، ادي تاني واحدة اهي، ادي تالت واحدة، ادي رابع واحدة، ادي خامس واحدة. تمام. انت ممكن تقص الخط ده، انت تفصله يعني، ما تخلوش يطلع لحد يضرب لحد الاخر خالص. زي بقول لك البرمجه هي كده، انك انت زي بالظبط بتكون ايه، واحد قاعد تيلور ترزي بيقص، بس انت بتشتغل بالارقام وبالرسومات وبالتفكير.